روحت بالي. ضيف الله يا ضيف الله. يا هلا يا هلا يا هلا بعلي. هلا هلا هلا. يا مرحبا يا مرحبا. شلونك شيخ سعيد؟ خاطري وشوفتك. كيف الاهل؟ شلونك يا ابو سالم؟ الله يسعد لك. بخير، مشتاقين لك. يا مرحبا يا مرحبا. شلون العربان؟ خاطرهم بشوفتك، مشتاقين لك يا حنوني. ايه ايه، خد فادرك. تفضل تفضل، فوت على البيت، اربط الفرس واجيك. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. يا هلا. اذا ظلت الحاله مثل هيك، ما هو يا اخوي الله يعافيك، ود ابيع الفرس. وعلى ايش ودنا نحرث؟ نشتري بغله نحرث عليها ولا فدان بقر؟ هو عليا نحول على الديره. يمه الفرس زينه وتجيب سعر طيب، انا اقول نبيعها، نسد دينتي عليان ونشوف لنا فدان بقر نحرث عليه. خلي الفرس للموسم، اذا الله جاب مطر وربعت البلاد تنباع بسعر زين ونكون حرثنا عليها. بعدين وش تسوى لنا يقول الناس باعوا فرسهم؟ نبيعها نبيعها، والغراب البين اللي حول على سعيد. ليش تلت ديوبه؟ على هالخيال اللي حول على بيت سعيد. خيال ايش؟ هو قديش يطلبنا عليان يا ولد؟ يقول 10 جنيهات ونص. ها؟ قديش؟ 10 جنيهات ونص. ولي ولي، انا ما انا خابر ان تدينا منه ب4 ليرات. انا داري، انا خابر الغرضان اللي خذيناهن منه العام، وهو على البيدر اللي فات خذا منا 8 شوالات قمح. اخ لو نقدر نسد عليان ونخلص منه ومن دينه. يما عليان زايد علينا كثير، انا خابر هنا الغرضان كلهن رطلين قهوه وثوبين ملس. الخوف من الورق اللي مبصنكوا عليه، ما هو عارف لا حدا فينا يقرا ولا يكتب. خلينا نشوفه يا عيال، بلكي صبر علينا، حنا هسه على وجه موسم. هو عليان يطلبك بشي؟ هو بيه حدا بهالمرج ما يطلب عليان. تعالي يا عجوز، تعالي قعدي. خير ان شاء الله. هات شي لبري. يمه يمه، انا اليوم رحت عصويلح وشفت ولد نافع عصويلح. اي وده باكر يروح ليافا. لويش؟ يشتغل هناك. تدري قديش اجار الشغيل الطيب؟ يقول لي 3 قروش باليوم. ايه
الله يرزقه. يا ميم تسمعيني، من هان الثلاث شهور لا بي لا حراث ولا زرع ولا درس. الديرة هديك بيها ضرب وطخ مثل ما يقولوا الناس. أقول لك ولد نافع سويل ملفه من هناك قبل جمعتين وما في شيء من اللي نسمعه، ودي أروح معه. ما تروح ولا شيء، اسكت اسكت. أقول لك يا يمه، أجيب لي أكم من نيرة أخفف بيهن حمل عليان اللي قاطع ظهورنا، ونشتري بذار للموسم بدال ما نتدين من عليان بالفايض. ردي علي يا ميمتي، ردي علي. أنا تراني قلت الخالي عودة وقال لي هذا فعل الرجال اللي يشيل الحمل. يمه أنا من باشر قاصد كريم، ولا تقفل طريقي. أخوك أحمد وين؟ راح على القرية. لويش؟ ودي يروح معي للسلط أجيب الغزل من عند الصباغ. وين تبلى هالروحة اللي تقول عنها؟ يمه لا توقف طريقي أرجاك، وانت بلى من مشوار السلط هالساعة. أنا مش رايحة هالساعة، بعد جمعة جمعتين إن شاء الله، الله بفرجها. يقولون في تسجيل عسكرية بعمان وبالمفرق. بالمفرق؟ ايه. وين هذه المفرق؟ المفرق من غادة الزرقاء، بعيد بعيد كثير. غاد؟ ايه. ويركبونها بالبابور وروحوا لها. كثر خيرك هيا ومع السلامة. عادة يا عادة. قم يا رجل، قم اخذ الشيطان. ولا ما ودك تروح للصال؟ شلون ما ودي؟ خابر ماني ناسي. يا الله يا رب البيت، بيت مانا خيط. يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خبزتي؟ إيه. طلع عندك خبز معك؟ قبصة نار. تعال يا حبيبي، يا ليت كل حاجة مثل قبصة النار. خذ يا ولد، خذ لك رغيف خبز بعد لما امك تخبز. تعوزي شيء من الصلط؟ هات اللي تجيبه. يبا لا تنسى تجيب إلي منديل ومدرقة مع كباكيب. سدي واصبحي الصبح، لا ترد عليها، مدرقتها تمضيها للبيضة. يعني كل بنات العرب. أقول لي شو سكتي؟ اقصد الدربك يا عودة. منديل مكفي يوم، وصبري علي يا ابو، ما انت شايف الحالة اللي احنا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خاطر. مع السلامة. السلام. دير بالك من الدرب واصحى من الهوايش. عين الله. سلام عليك. خسارة لو قمتي خبستي الخبز. وش هالدور؟ منو هذا؟ صباح الخير يا سعيد. عودة؟ الله يصبحك بالخير. وين عفلاح الله؟ عصلت؟ إذا الله يصل. اي لعاد اخوي تجيب لي معك رطلق هوا ورطل تمر وقيت بهار، تجيبهن من عند عيان التاجر وخليه يكتبهن علي بالدفتر. رطلين بحالهن، ما انت شايف ساري براسي، عليش ودي اشيلهم؟
ما اغراضي عظهري. يا قرابة كوب الساخن كله رطل القهوة ورطل تمر، يعني وكاد غير تلاقي لك راعي دابة من عربنا بصل، ادخله يشيلهن على دابته وانتم مروحين العربنا. يا لطيف ما فضى بالك يا سعيد. مع السلامة. لا تنسها، ترى ما عندنا ولا حبة قهوة بالبيت. ويلي ما انتفك يا شايب، كله رطل تمر ورطل قهوة، يوم من يطلبك وقرط تقوم وتم يصعب رقابكم. متى طول النهار تشرب قهوة ببيتي يا شايب؟ وش هالزول؟ من انت هنا؟ يا رب تعطينا خير هالدرب وتكفينا شرها يا الله. Thank you.
ما وراك ناس يسألوا عنك؟ ولا حطوك بول الغارة وانهزموا؟ يا طويل العمر، حنا لمتى ودنا نظلنا ندردر بهذا وين ما راح عنا؟ انطلعت الشمس، خلوا الزيفة للضباع. الشور مثل ما قالت العجوز. مد حالك مد! هات الابساط. هي ناموا علي. هي اللي مكتوب له عمر يعيش. يا الله اهلا اهلا يا هلا. صب فنجان قهوه لاحمد يا ولد. ما ودي قهوه. انا ما جيتك عشان اشرب قهوة. يا ساتر، في طرابة؟ في شيء؟ ودي منك 10 قروش قرضة. 10 قروش خير؟ محتاجن، ودي اروح العمان. عمان لويش؟ هو صاير شيء مع ضيف الله فلسطين؟ لا سمح الله، ضيف الله للحين ما جانا منه خبر، وإن شاء الله يجي عن قريب. ليش ودك تروح العمان؟ السوق بالصلب. أنت ودك تعطيني ولا ودك تقاضيني؟ على هونك على هونك يا أحمد، أنت زعلت تزعل علي. أنا أسألك لأني خايف عليك يا ولد. ما في شيء يخوف، إلي مشوار العمان وبحاجة 10 قروش مصروف وبس. زين زين، هالحين اروح اليامنة واسألها، بلكي مخبية شيء مخباتها. الله لا يحيجني إليك مرة ثانية. أنا سمعت سمعها إنه بده يروح على الدولة اللي تاخذ العسكر ويكتب حاله عسكري. أحمد العلي؟ إيه، ولد عمتي نصرة. كيف يقولوا راح مع أخوه فلسطين؟ إيش لا تردي، ضيف الله قطع الشريعة على فلسطين وأحمد بده يشرق على الدين. علامتش صافنا شيرة. ها
خلينا نعبي الرواية ودنا نروح. يقولوا معاش العسكري 4 ليرات بالموسم بالشهر كل 30 يوم. يلا بلكي افتكوا من دين عليان. هذا ما هو خالي عودة ولا أنا غلطانة؟ هو لد معي يا محمد؟ أهو خلوه خالي عودة. اقعد اقعد كلي حبيبي. إذا أنه خالي عودة نلقاه بعد شوية عندي عليان. متى يجي الصباغ ويعطينا غزلنا؟ يجي يجي كل لا تقعد تتلهى. يا هلا يا هلا بالشيخ عودي. يا هلا ابو سالم. يا هلا بيك. عاش بشافك يا رجل. شو وين زمان ما طليت عصر؟ مالنا غنوة عن شرواك يا ابو سالم. يا هلا بالشيخ عودي. اطلبت منا امر بس. جيت ودي شوية اغراض للبيت والحساب على البيض والله يفرج علينا وعليه. ابشر لعيناك. قول خليني اسجل. بالاول انطيني قرش ونص والدفتر. ابشر ترى لولا الدكاني ولا رحت انا وياك على الدار فطرتك هناك. ما تقصر يا ابو سالم ما تقصر. تفضل. نصرة بعد شان ما روحتي؟ ما روحنا ولا شيء. عوقنا الصباغ من أمس لليوم ما فتح الدكانة غير قبل شوية يوم إنك في التسوق. وامبارح نمت أنا ومحمد عند دار أبو عبد الحافظ. لعاد حضروا أغراضك وخلنا نروح سوا. للحين ما هو صبغ لي الغزل وده قروش خليها على الله. وكاد غير ان نثقل على معازيبنا ليلة ثانية. امشي امشي يا ابوي امشي. على راسي مضيف الله على حواجب عيوني. بس حساب كدوبة لاختي. شلون علامه؟ دوبل يعني الطاق صار طاقين. هلم عينات بالله هلم عينات بالله. ابعد يبا ابعد. هات 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 عندك. بس يا ولد هات عندك. اقعد غاد. خذ اقعد غاد اقعد غاد اقعد غاد اقعد اقعد خبز. اثناشر ليرة يا مضيف الله. ول ولع الشيطان يا اختي يارا. هل قد صارن والدات ومفرخات؟ شلون لعاد؟ لعاد انا لما ودي اقبر قروشي ببطونك وسني كاملة ما بطلع لي الحس اصبعي. يا ابن الناس هو صار موسم حتى نسدك يا شين. ما انت شفت شلون مرت علينا سنة العام. والله الحق حق. اذا مش عاجبك اشتري من غيري هاري السوق قدامك. قال ويش لزك على المر؟ قال الا مر منه. ما ابنش ضيف الله ما بمرمرني كل سنة على البيدر
وبسمعني كلامي مشلخ، وانا بطلب حقي ما بشحد شحدي. الله يجيب ضيف الله بحال السلام، راح يشتغل ويجيب قروش حتى نسدك حقك اللي تقول عنه. ماشي ماشي، هاتي صبعك جاي، هاتي صبعك مشان تبصمي. وال عربع نيرة ودك تكتب سك؟ ربع نيرة صحيح، بس سديني اياها على البيدر نص نيرة قمح، ولما يجي خالج عودي بصم على الصك مشان ما تعملي لي كارماني انت وضيف الله مثل كل مرة. هلي معينات بالله على اوراقك وقلامك يا عليان، هلي معينات بالله. خذي وهي ربع نيرة، ولا تنسي انه إلك اغراض مكومات حقهن نيرة الا ربع. يلا 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 لما اجي على البيدر قولوا فقرتنا يا عليان، اكلتنا يا عليان، اي هلكتونا يا عالم. شوف يا اخو اهلا، هذا احنا جبنا لك كروك. ولد يا ولد، بلكي تروحنا اليوم بهالغزي. ما قلتش يا حجة ما بخلصش اليوم، ولا بدك اياه يحل على بعضه بالطريق. هلا معينات بالله القوي العزيز. يلا يما ودي حلاوة. الحلاوة غالية يا شي، حنا نقدر ناكلها كل ساعة. يا يما يا يما، قطعة صغيرة. زين خليها للعصر، أشري لك خبز وحلاوة ونتعصر سوا. زين زين. ضيف الله وين انت عن ولدها؟ لقيته يعومي بنص السوق. تعال جاي يا قروط الأذى، انا ما قلت لك لا تبعد. ودي حلاوة، انت ما قلتي لي العصر اشتري لك حلاوة؟ اسكت، العصر بعده ملفة. ما تبعد، خلك قبالنا هالها. ما لفع علم ولا خبر عن ضيف الله؟ علوا يا خال علوا. يجي ان شاء الله، يجي بسلامة الله. ان شاء الله ان شاء الله. افرقنا يا رجل عاد، ولا نايبه منك نهابه، روح للمحكمه ما مرجره. منو قال لك لا تسدني؟ ها منو قال لك تدين وما تسدها؟ يا ساتر كف الله الشر. هلا 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 شيخ عود، تفضل ارتاح. يا هلا يا هلا، اغراضك جاهزه. هني مدرقه الملس وملفى وثوبي لك ومنديل ونص رطل قهوه، ظل شي ثاني؟ ها ودي نص رطل دباغ. حاضر، على راسي على نفوفي. قول الشيخ سعيد ما وصلك على شيء؟ قال كلمة ونسيتها. تأخذ له معك رطل قهوة، ما اسمك إلا جيل. خلوا نص رطل، معي أغراض كثيرة ولا براسي، وشايل أغراض على ظهري. يا رجل بعدك شباب يا رجل، اللي مثلك يشيل علبة قمح
من هون العارضة. طيبات هزبيبات ها؟ أنا أشهب. كل كل أوزن لك رطل، خلي أهل البيت يتحلموا. قديش حقه؟ ربع ليرة. ربع ليرة؟ حدا مطالبك هسا. كل والسداد على البيدر. الله يعين على السداد. جمال محامل يا شيخ عودي، هات اصبعك جاي بصملي على هالسند. يلا الدنيا طول من اهلها، واللي بلمي على السداد بسد. واشهد لي هول ببصمتك على سند بنت اختك ام ضيف الله. شلون يقولوا انه ذيب عاضوه ويطرد بي عني الغنم؟ لا تردي، انا جاني عنه هالعلم الصحيح انه رايح يحلي الفصايل وماخذ لها معه كبه فتله وزرين راحه، وهو يرفع برواق ويقول لها مساء الخير تشلبي يهب بوجهه ويقول لهم. لا بي ولا بهالتعليله. انهزم وتشلبي يلحقه، غزناب وبساقه ودشر وقال ذيب قال. يا بنت انت ما تفضلي قر، وش ودك بسيرة الناس؟ يلا بسليكة القمح اللي عشمتيني انا وشيرة عليها. عمة يا عمة تمام. أحمد العلي ما غيره. فوت يا ولد. وصلت خالي هان. فوت فوت قعد من غير ما تسأل عن خالك، يعني اللي بحجة حتى تطلع علينا. سد إثمك يا بنت. فوت بعد يوم. اللي له عادة ما يبطلها. اسمع اسمع بالله، هلا واش قلت لك يا أخوي؟ واش حكيت لك؟ يا ليت الحكي قطع جدوقك. مرحبا يا شيرة. هلا يا أحمد. عمه تعالي جاي. يا ساتر يا ساتر، خير إن شاء الله خير. خير وش في؟ مو بدي أعلمك، بدي أخليها تروح بخاطرك مثل ما وصيتك يا عمتي. زين يا ابو، مع السلامة. علامة ولا شيء، روحي كملي نفس الصوف مدام نشيرة تعاونك. يمه علمين بالأول ويش قالك أحمد العلي؟ لو ودو ياش تعرفي شان قال قدامك.
يا رب تجعل الأذى خفيف وتقصف عمر عليان خصمص. البصمة بصمناها على سند عليان والمعينات بالله على السداد. نيرة زبيب خلينا نصهم تحت شجرة الحنيطة ولمعينات برضه. يلا الحمد لله على السلامة. هسه عم تقدر تنزجي احسن مفرش فيه. كثر الله خيرك. خير الله يا اختي. يلا يا محمد اهلنا يا بوي. قبل ما نمشي ودك تشتري لي حلاوه من امس ودك تقولي لي اشتري لك. زين اشتري لك يلا. من البارح وانت بالبيت وما تطل علي وما ترسل لي ما تقول تعال اشرب القهوة عندي يا سعيد. قلت لك وصلت البيت هالكام طول الليل على جنبي مثل الكثير. عليم الله يعوده لو ادري انك مروح لبيتك من السلط غير اجيك وتعلل عندك لو هو بنص الليل واشرب القهوة. حياك الله. تعال يا ولد. نعم نعم. خذ اعمس لنا طبخة قهوة عالكي. يلا بوي. ها ويش علوم الدنيا وراك بالسلط؟ انا داهي كون عام عليان. شلونه عليان؟ على خبرك بي ورق وحذر وبضاعة وصابع تبصم على سنودات الطلاع. ايه امس رحت يم التاتان اللي بصويره سمعت الرادو صندوق الحجي يقول ان الحرب نشبانه من جديد بين الالمان والانجليز. يقول لك قايمه القيامه اكثر من اول. ما سمعت شيء بالسلط؟ لا بالله ما سمعت غير جعجعت عليان على المدينين منه. انتوا علامكم على عليان تهبروا بيه. اي هو لولا عليان يدين هالناس ويجبر بخاطرهم ويصبر عليهم الموسم الخروف وبيدر القمح منين يجيبوا ويطعموا عيالهم. علامك ليه ما تحمس هالقهوه وخلينا نشم ريحتها؟ ان كانك ما انت عارف تحمسها انا احمسها يا ولد. على سيره ولد جاني ولد بنت اختك نصره اللي اسمه احمد جاني لهان
وطلب مني مصروف مشوار وده يروح العمان، وانا عاد انطيته، ويقولوا لي صار له من امس بعمان للحين ما عاود. عندك علوم عنه شيء؟ لا بالله، الغايب علمه معه. عوده انت صاير تكنكن علي بالعلوم والاخبار، يعني ما تدري ويش السوالف اللي صارت بين تمام واحمد عند الرفه، ولا ما عندك علم بيها الحين؟ تمام ما علمتني وش قال لها. يمت